مسير؟ بيت عامل مدحت؟ ايوه. امال هو فين؟ هيخرج بكره. لكن اداره السجن قالت انه خارج النهارده. خلاص استنيك. انا عرفت كل حاجه. دفع لك كام على الشغلانه دي يا استاذ عمشير؟ لازم تفهم حاجه، الهدوم دي انا مسلماها بنفسي لاداره السجن باسم مدحت الشماشيري. يبقى معناها ايه وانت خارج ولابسها؟ وايه يعني؟ وايه يعني؟ يبقى معناها ان انت اللي سلمتها بدالي، وان انت اللي اتسجلت مش هو؟ اعملي معروف ما تودناش في داهيه. انا هوديك في 60 داهيه. ما كنتش تقول لي مدحت فين؟ في لبنان. لبنان؟ طب وايه حكايتك مع ست سرهان؟ لا بس انا كنت بخمك عشان ما تعرفيش ان اتسجنت بداله. كده؟ طب اتفضل بقى اركب. على فين؟ على المحل. انا عامله لك عزومه بمناسبه الافراج عنك يا روحي. لا متشكرة. هتركب ولا دخلك السجن تاني؟ هركب. يلا يلا اطلع بره بره كله بره. يلا اللي هيحط رجله هنا تاني هكسرها له، فاهمين؟ الحقنا يا مشير. طردونا يا ميشو. يعني احنا استقبلناك كده في الكلوب؟ ده تشوف ده انا الاستاذ. استنوا هنا، سيبيني في اللي انا فيه، نفسي الاقيه. انت هدي نفسك يا مش ممكن. هدي نفسي ازاي؟ هدي نفسي. اسمع انت، ازاي تطرد ضيوف؟ ما لازمهم في البيت عشان يقلبوه سرك. طبعا دول تربيه الاستاذ. استاذ يا لومانجي، جايب لي في بيتي مجرمين نور الصنف الموجود في السجن. كنت عاوز اعزم لك ايه من السجن؟ انا اصل دول دول رباطيه، نشالين وحرامي غسيل كمان. انا مدحت الشراشيري يقعد في بيتي حرامي غسيل. قصدك على جيجل؟ يعني هي جت على ده؟ اكلفك ايه؟ اكل ونوم. ده سرقني يا استاذ، سرقني. وعملها وسرق الغسيل برضو؟ لا مش غسيل، سرق نعيمة الشغالة زي ما انت عايز تسرق خطيبتي يا ابو عين زيغة. انا ابو عين زيغة؟ ولا انت عينيك اللي اتضرب فيها رصاصة هي اللي دخلتني السجن؟ اخرس يا شوارعي. ولا كنتش عاوز تضرب بومبا بقيت المبلغ؟ بومبا؟ اسمع انا ما اتكلش انت، انا استاذ. ولا انت عارف عارف مرفوض، بس اديني بقيت الفلوس. مالكش عندي حاجة. ايه؟ انا وما رضي مدحت بيجي معانا، ناخده بالقوه. ده انا اقول لنجعوه على الحقيقه، خليه يشرحها. ايوه. طب اخرج انت دلوقتي. تسمح تديني بقيه المقاوله خلينا امشي. انت زعلت يا مشير، زعلت يا ميشو. انا بهزر معاك يا حبيب قلبي، بهزر كده معاك كده. عاوز تفلغ الرشاش في نافوخي وتقول لي بهزر معاك؟ مين قال كده؟ انا قلت كده؟ لسه طاردني دلوقتي. الطوفة انت نسيت، مش عارف لما تجيلي بيبقى مخ عامل كده كده كده. ودلوقتي الطوفة كده كده كده؟ خالص، مخي اتعدل خالص. طب تسمح تدينا بقية الفلوس قبل ما تبقى كده كده كده؟ يا سلام، بس كده من عينيا الاثنين. حاضر، عن اذنك دقيقة واحدة.